قالوا تنوح وقلت قبلي نمر ناح، قالوا علامك قلت بالقلب لاحي، قالوا ترى نوحك يسبب لك جراح، قلت اعذروني مغلق السباحي. علم الشباب وصل. الحمد لله يا شيخ، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أقول يا شيخ، برزت العرسان بنوها بحيث أقدر أشوفها من هنية؟ يصير تخبري من عندهم قدر من طبخ بيه زاد العزة؟ وليه يا شيخ؟ حدا للضيوف طالبين أكلهم بقدر ما انطبخ به زاد العزاء. هذه انت وهذه شهد تكفلن بالأمر، أنا مشغول تعزيب الضيوف. بدر يا بدر، صاير مكروه لا سمح الله. شهد رجع لهم عماد وخلش عندها بالبيت. وين شاهر يا بدر؟ شاهر فشق مع الضيوف. وعماد؟ عماد؟ عماد وين عماد؟ عماد شاهد اكثر يا الكلام، خلاص رجع لهم عماد بالحال. يلا علم بك. سلامك يا بدر، وش فيك؟ أبيك بكلمة راس. سم يا بدر سم. بدر وش فيك؟ أقلقتني. هلا هلا
حيسم كل قرب هذا الكلام يا بدر أرجاك. حيسم الشيخ قال لي تكتب علي بس أنا ما قدرت، كنت لازم أقول لك. إياك ثم إياك، إياك تصرف من شؤون راسك. حين يجهز الزاد قل له أبو سراج يذهب المناسب زين وديروا معه. الله يا عالم بالضماير عهدتك. خاف الله يا شاد ودقي، هو بيقدر بديرتنا ما طبخ بيه لعزة، كل البيوت يجيها وليد بمر الله وتفرح ويروح منها عزيز بمر الله وتحزن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا هلا بابو العريس، هلا بزين الشباب. أشوف العريس ما جاي يسلم على أمه قبل زفته. لزوم أنت اللي تروحين تسلمين عليه. أسلم عليه؟ أنا ما أقدر أتحرك من مكان. لا عاد نجيبها لعندك تسلمين عليه. تودعينا؟ أودع؟ وين ودع يروح؟ عند ربه، إنها اختاره. أمر الله نافذ. يلا يلي كل حي يراجيه، يلي بما يخفى على الناس علام، يلا يلي كل حي يراجيه، يلي بما يخفى على الناس علام. يا من دعاه أيوب من جور ما فيه، يا من دعاه أيوب من جور ما فيه، وانجى الخليل وذل عباد الأصنام. سبحان من بالكون مكن عراويه ويقدر بغمضة عين لعراه سرام. حسناك حسناك يا مرجع لي عقوب غالي، تكتب لنا حظ إذا عضع بالإنسان. يا هلا يا لبا، حطوا عندك. أيوة
يلا يا شباب على شي صلى. اكلهم ها ولا ما انا برقبتكم. يا حي الله ان شاء الله نفرح بكم ولاكم. اكلهم. سم بسم الله. سم بسم الله يا حمدان. سم بسم الله يا رجل. ونتي اكل يا رجل. سموا بسم الله. اي يا هلا يا هلا ان شاء الله نفرح بكم كلكم. يا هلا بيكم يا هلا. هنا ولكم عندنا همتنة ان شاء الله. تبردن دائما. الله يحييك. سمو سمو يا الربع. سمو يا الربع. يا هلا والله مرحبا. يا هلا والله مرحبا. زارت البركه زارت البركه. يا هلا يا هلا. يا عم بدر يا عم بدر اتفضل يا عم بدر. تقدر يا معلم. هلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا. المويه المويه اسقهم اسقهم مويه. مي مي صحه. يا شيخ سلامة فرس عمان. يا شيخ سلامة. كيف يا شاهد؟ كيف؟ شقاك نون ممطر من عيازه على الرغاب القاع فيضا من النيل. عيني عيني كما شن تفتق خرازه عليه دمعات المحاجر همالي حر جزع ودى بقلبها احزازه تفجرت شعبان قلبه مباهيل. ونحمد الله ونحمد الله ما حضرني خزازه وردون ثوبي طافيات نضالي. Oh!
أدير العين وتلفت وبقلبي حسرة انحزت، حسرتي مسنونة بالحياة، شرايين قلبي انزفت. يا عماد هجرت الديرة والخلان وقلت أحبابي عافوني ورجعت بقلب وجعان، رحلت على غير أوان، ما هذا الرجع كان، تتركني وتغمض الأجفان، بس هذا أمر الله وكان، هذا أمر الله وكان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الموت حق، والله عيننا عليه. يا ربح ولدي عماد، عمد قلبي وعمد بيتي، مات يهنى بعمره، اختطفتها يد المنون منه، وكان بدر حين لوح يصير قمر غاب عنه. المكتوب ما منه مهروب، وكل قضى الله مقدر وعلى الجبين مسطر. هذه حكمة رب العالمين وما لنا اعتراض عليها. يا وجوه الخير، البقية بحياتكم للفقيد الرحمة إن شاء الله، ولي ولكم الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول يا الربع، استهدوا بالرحمن، صلوا على النبي طه العدنان. اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله. ولدي عماد جت منيته ومات، الله يرحمه. وانا مدخرة عند رب العالمين، وخاف نكون بعماد نصير باكر بغيره، وانتو كلكم مثل ولادي، والله سبحانه وتعالى كفيل بكل شيء، وهو اللي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. اسمح لي يا شيخ، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم والجراح قصاص، والقاتل يقتل شرعا، واللي قتل ولدنا اليوم باكر يقتل ولد خوينا، وأنا أريد أطلب من الرجال. لا يا أبو سراج، أنا قلت أني مدخرة عند رب العالمين. طخيناها ما شاء الله على رأس المطلة، طخيناها ما شاء الله على رأس المطلة. وكاد اللي طخينا عليهم من جماعة الشيخ سلامة
هي الشيخ ومن بينهم عماد ولده. وكاد؟ وكاد يا شيخ. الحين بلش يبرد قلبي، وعقبال ما برد قلبك يا صايل. هذا ولا الغيث يا الربع، اياكم تنسون صايل وثاره. صايل ما هو بقليل الشان عندنا، وكرامة له ما يهدالنا بال الا صول عليهم صولة واحدة تمحي اثرهم وتقطع ذكرهم. هذا المرام الاول، والمرام الثاني لزوم ندور على مكانا نتخبى بيه، لانه وكاد جماعة الشيخ سلامة يظنون بينا، والوكاد اكثر سرهم مايهذا وغريمهم مجهول. ومن هو غريمهم يا صايل؟ ها؟ لولا ما كنت عزيز علينا كنت قلت لك وهو اللي تسد حلقك. اجدع، اياك ثم اياك تغلط مرة ثانية بحق صايل. صايل من الرجاجيل اللي تنحط على يمناك. حنا لولا صايل نقدر ننال من جماعة سلامة؟ اي على امرك يا شيخ، على امرك. جدع، لزوم انت عذر من صايل والحين. ايه تامر يا شيخ تامر. السموحة هو العذر منك يا اخوي صايل، تراها زلة لسان. لا يا جدع، لزوم انت تحب على راسه بعد. ايه احب على راسه، ليه ما احب على راسه؟ تعال يا اخوي صايل، هذه حبه على راسك. هذا الراس غالي عندي شثير، يوم أنا أقدر أوصل علم للشيخ سلامة إن هذا الهوات ليهم، صايل وده يرفع راسه ويرفع راسنا بعد. لزوم نلقى غريمنا، لزوم نلقى اللي غيب عماد عنا. يلا يا ربع يلا يلا يلا. جماعتنا يا اخوي جديع. تقول صحيح؟ اي بالله. هي هلا 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 بحمر. هلا هلا عليكم السلام. هلا بعيوب. يا هلا ومرحب. اقول يا اخوي جديع. قل. جايز بيوم من الأيام وربع الشيخ سلامة يندلون علينا؟ لا هذا اليوم بعيد عنهم وعن عيونهم. وليه بعيد؟ يعني أنت بخاطرك يندلون علينا؟ لا يا أخوي لا. أجل أنت ليه شغل روحك بهالسالفة؟ يا أخوي جديع ماشي، ما هو غير هرج كلام بيني وبينك. بيني وبينك أشوفك نادم على هواتنا ليهم. لا أبد يا أخوي، ما أنا نادم. ظنيت أنك نادم. أقول يا أخوي أشتيع، يعني لو أنت غزيت أهلك كنت تندم؟ أنت ودك فت خبز كثير كثير. قل وراي قل. وش أقول يا هلي؟ منتم على بالي، منتم على ما تخبروني. يا هلي منتم على بالي، يا هلي منتم على بالي، منتم على ما تخبروني. حبكم وله والبغض حول، ما صلحكم لو عزمتوني. حبكم وله والبغض حول، ما صلحكم لو عزمتوني.
يا شاهر أشوفك اليوم بالتدريب، ما أنت مثل عوايدة، شو القصة؟ تذكرت عماد وأمه الله يرحمهم. إيه الله يرحم الجميع. صحيح الموت حق يا أخويا بدر، لكن يوم يضيع غريمك تتمنى الموت. اللي علينا احنا سويناه، وما خلينا وسيلة إلا وسلكناها، ما عرفنا للبواقين أثر يا شاهر. سبحان الله، يجوز ربك رايد كذا، يجوز. أقعد يا فالح. تقول لأبوك عمي محسن يسلم عليك ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث الشريف إن كل واحد منا مثل ما يحب الحاجات الزينة الطيبة الروحة، المفروض أنه يحبه الخوية زين؟ زين. وبهذه المناسبة أبي أسوق عليكم سالفة زينة مثمنة عن محبة الأخوة. بيوم من الأيام كان بيه اثنين أخوة من الفلاحين بغوا يزرعوا قمح، زرعوا القمح وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم وارسل المطر الوفير، طلع القمح، وحين جاء الصيف احصدوه وعبوه بكياس وقسموا حصصهم بينهم. بالليل الأخ المتزوج اللي عندها عيال جاء يم كياس القمح وصار يقول الحالة، أخوي المفروض يكون عنده قمح أكثر مني لأجل بيعه ويتزوج بثمنه، وصار ياخذ من حصته من القمح ويحط فوق حصة خوية، ياخذ من حصته ويحط فوق حصة خوية. وفي الليلة الثانية الأخ العازب جه يم القمح وصار يقول الروحة، أخوي الكبير برقبته حرمة وعيال، والمفروض أن تكون حصته من القمح أكثر من حصتي. وصار ياخذ من القمح اللي بكياسه ويحط بكياس أخوه، ياخذ من كياسه ويحط بكياس أخوه. فاليوم الثاني جاء هو أخوه يم القمح، لأن القمح زايد بالحيل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حط البركة بالقمح لجل محبتهم لبعضهم، وصارت الناس تقول حين تجمع حبها يا بركة الأخين، يقصدون البركة الحطها ربنا سبحانه وتعالى بالقمح. المفروض كل واحد منا يكون مثل الأخين ذول، وحب الخوية مثل ما يحب لنفسه. تذكرت خلال وهاجت صبابتي من الوجد وأضحت دمعة العين سائلة، انقلت دمعاتي على الخد انشفت، تجيني العبرات بالكود صايلة، تجرعت بالعبرات من كود ما جرى، هم تعظم بالضماير غلايلة. رعى الله خلان تقافت ضعونهم، أقفوا ولا عنهم شفيق النسايلة، أخذت سايل دارهم وين عمادها، وجابت تقول الحي قفت رحايله. هلا بعم الشيخ. هلا بيك، اقعد يا محسن.
من يد ما نعدمها. هنية وعافية يا عمي. أقول يا محيسن، شلونك بهالأيام؟ الحمد لله يا عمي، الحمد لله. المهم أنت شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إيه عاد؟ يعني لزوما أتعب مع كل واحد منكم لجلي بطل الحزن؟ يا وليدي هذه حال الدنيا، الموت حق علينا، لزوما ماني خالف أوامر ديننا، وانتو كلكم أولادي عماد ربه اختاره، ولزوما ما نقف عند فقدته. إيه يعني تبي تزعلني؟ ما عاش اللي يزعلك يا عمي، لكن عاد ما هو بيدي، غصب عني يا عمي. عماد الله يرحمه كان مثل أخوي، عزيز علي، وعلى فراقه ضاقت بي الوسيعة. لا يا محيسن، لا، الوسيعة ما تضيق بلا مقدر، لكن قول الله يجيرنا من المودر. آمين يا رب العالمين. اسمعني زين يا محيسن. سمي عمي. ترى أنت مثل شاهر وبدر وباقي الربح، وأنا أشوف عماد بوجوهكم، لكن الحين ودي أشاورك بمر وأرجعك، أرجعك تصدقني القول والحس. إن شاء الله يا عمي الشيخ، إن شاء الله. يا أخوي يا شاهر، الشيخ بهالسالفة حكيم وراعي شور طيب، وأنا بعد من رايه. أنا أقول يا شاهر إن الحي يبقى من الميت، وإحنا لازم ما نقف بوجه المقدر. يا أخوي يا شاهر، الفرح يمحي الحزن، وحنا اليوم هني عيال وإخوان. أنا كنت أخمن بدك تستهجن للأمر وتلوم الشيخ بعد. لا يا شاهر، لا لا لا، الشيخ معه حق، هو صحيح إن الأمر صعيب شوي، لكن حين تدوره براسك وتفكر فيه زين تلقاه كله دين وحكمة. اي الله يرحمك يا عماد، كان دايما دوم يقول أبوي يريد مصلوح الربع قبل مصلوح بيته. ها وش قلت يا عمي؟ وشلون تصير هذه؟ انا هتزوج نوف. ايه وارجع اقول لك، الحي ابقى من الميت. ترى نوف تستاهل كل خير. نوف يا وليدي قلبها انكسر، ولزوم ان نجبره، وما منفك عنها الامر، وان كان مالها ميل يمي يا عمي. مالها ميل يمك، ترى نعذرها ونعذرك بعد، لكن انا ودي منك جواب شافي. انت لك ميل يمها؟ الصحيح يا عمي، نوف كل واحد يتمناها حليلة له، ونشهد انها من الغانمات. زين، يعني اشاورها بالامر ونوافقت، انت موافق؟ على خاطرك يا عمي. ايها الحين ارضيتني وريحت قلبي، ان شاء الله ان شاء الله تكون نوف من نصيبك. يلا نسلم عليك. فمان الله يا عمي، فمان الله. يلا هتحفظ عمي الشيخ. يلا ارجاكم يا جماعة الخير، ما حد يفهمني غلط، لكن انا هذا اللي احس به. نوف يا نوف، حنا مقدرين اصالتك ومثمنين اللي عندك منوفة بالعلالي، لكن لزوم الدنيا ما تقف عند احد، ما يدوم غير وجه الكريم سبحانه وتعالى. كلامك على العين والراس يا اخوي. والشاعر محيسن
أنا أشهد إن ما بعذروه أبد، لكن صدقوني يا جماعة الخير، صدقوني ما أنا قادرة، ما أنا قادرة أنسى عماد. يا نوف. يا أخوي يا بدر. يا أخوي أنتم ليه بس ما أنتم شاعرين بي؟ ها؟ ليه بس؟ ليه؟ الله يسامحك يا نوف، لو ما احنا شاعرين بك ما كنا طرحنا الأمر من الأصل. بعدين اسمعيني زين يا نوف، أنا أنشدك بالله. لا إله إلا الله. بالدنيا كلها في هزين من أن الواحد يتسنن بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. إن كان الحرمة اللي ترمل عندها عيال زواجها أسلم وصر لها، والسنة يا نوف توكد هالشي. ما غير هذا الصح يا رجوة، تزوم إن شهد تكون عونا لي لجل أخذ بدر. إيه الزوم ترضى بي قبل ما يرضى هو. يا رب عونك. تفضل يا أخوي. زاد الله فضلك. وفضلك بدر توخر بالحيل. هذا عوايده يا أخوي، يوم وده يتفقد الديرة ما يرجع إلا ما طلوع الفجر. ميسور غانمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أشوف أمك طابت لها العيشة برا الديرة. وين ما ودها تقعد تقعد، المهم تكون مرتاحة، وهني أهلها وهناك أهلها بعد. شهد سم يا أخوي. تدرين إن زادش طيب؟ هذا الشيء ما وده اثنين يحكوا بيه، بس أنت ودك تقول غير هالكلام. وش السالفة يا شهر؟ صدقت أنا ودي أحكي بأمر جيزة بدر. لا عاد هات من تالي هرجك. لا الحكي أخذ وعطى. إيه يا أخوي بس حين يكون منا فود. يا أخي أنت ليه نشفة راسك ومنتي؟ يا أخوي بدر عدير روحي ما كان هي بالذات، وهو وحيد أمه وأبوه الله يرحمهم، ولزوم يخلف اليوم قبل باكر. الله رحمته كبيرة وتجي على أهون سبب، وأنت يا أخيه بعد حرمة ودود ولود بعون الله والنعم بالله. يا أخوي لا حياء في الدين وانت أخوي. افترض يا أخوي حملي يضيع مثل عوايده، وكاد بدر يضيع ذكره، وأنا يضيع عقلي من راسي ولا يضيع ذكره. يا أخوي أترجاك ثم أترجاك، إذ كان ودك نضل حبايب وراسك يناطق راسي، لا تجيب لي هالسيرة مرة ثانية بعد اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على خاطرك يا خيي، على خاطرك. أنا الصبح ناهج جم خوالي تطمن على الوالدة، ودش مني شيء؟ نسلم على الوالدة وعلى الجميع ولا تتوخر علي. نسلم عليك يا شاهر. ما كملت أكلك؟ الحمد لله شبعت. نخليك بخير. أمان الله. أنا أمك يا نوف وما أقول غير النصح. يا نوف أنت واعية وما ودش نصح زود، أستهدي بالله وحكمي عقلك. أقولكم ما أنا قادرة، ما أنا قادرة أنسى عماد. كيف أنساها بس؟ كيف هو كان كل شيء بحياتي؟ ليه بكر بالرحيل؟ ما أدري. أستغفر ربي يا بنيتي، هالحكي ما يجوز. والعمار بيد الواحد القهار، وكان من فاطر ينشرب من جلد حوار. يا خالة لكن أنا خايفة، خايفة يما، خايفة من تعليها. وليه الخوف يمه؟ هو انت ودش تغلطي وتوقعي بالشين لا سمح الله؟ يمه
أنا عارف إن محيسن أحسن مني، ويجوز إني ما استاهله بعد، لكن قلوا لي كيف أعيش وياه؟ كيف أهنيه؟ أعيش وياه جسد بلي روح؟ لا يما لا، حين تآمني أن عماد هذا نصيبه وقدره، وحين تآمني بعد أن قسمتش بالجيزة يجوز تصير من محيسن، تلقي الأمر هين يما. استهدي بالله يا نوف، يا نوف إذا ودك راي أنا أقول هيك ربنا رايد، الله حرمك من عماد وعوضك بغيره، والشاعر محيسن شاب زين وفهيم ومن الغانمين بعد، واللي راح راح وحنا ولاد اليوم. لا يا شهد لا، صدقيني ما أقدر ما أقدر، أنا ماني خوانة أحد. لا يا حبيبتي يا نوف، الحياة كلها قسمة ونصيب، وعماد الله يرحمه ما هو من نصيبك، والحين جاء نصيبك وتاليتها ودش تتزوجين مو هيك؟ خلاص روحي لعم الشيخ وقولي له أنا رايدة شاعر عن طيب خاطر، وإذا كان الأمر صعيب عليك أنا أقول له. من غير عرس ما يصير يا نوف، من غير عرس. أول شيء هذا الكلام سابق لوانا، وثاني شيء هذا الشرط مو من حقك يا نوف، وثالث شيء يجوز الشاعر ما ينوي يساوي عرس، وإذا كان وده هذا حقه يا نوف. التعب هد حيلنا يا شيخ، الصحيح اللي درناه ما هو قليل. حنا صحيح تعبنا واحنا ندور على هالمكان، بس من هنية نقدر نسرح ونمرح على كيفنا وهوانا بعد. اي بالله صدقت يا شيخ، اي بالله هذا المكان هو عز الطلب، هذا اللي ندوره. من هالمكان يا جذيع نقدر نشوف الدراب على بعد معناه، وحنا بوضح النهار ما ننشاف وعنقرب بعد، ونسمع حسفت البعيد والقريب بالكاد يسمعنا. يعني يا شيخ المكان مو في لشروطك وعلى قد خاطرك؟ ايه يا فالح على قد خاطري، وهذا المكان اللي كنت احلم به واتمناه بعد. اسمع يا فالح، بس رجال خلصوا من نصب بيوتهم ابيهم بالعجل يجتمعون عندي. على أمرك يا شيخ، لقوم استعجلهم. ساطي يا ساطي يعونك، ارفع العمدان من عندك. بالحال. يا هلا يا هلا بعمي، يا هلا يا هلا بيك. ان شاء الله مريت على ديرة الشيخ عواد. لو ما مريت اقدر اوجج يمكم؟ تفضلي، هذه امانة من دايتهم ام سعفان. تسلم يدينك. قال لا عاد تعذي حارش وتروحي لها. مكثور الخير يا أخوي، تفضل تريح، بدر داخل البيت. الله يريح بالش، خليني اترزق أحسن لي. هذه أمانة بعد من حرمتي، فيها قزحة حبة سودة، والرسول اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليه، إيه؟ وصى بيها وباركها، والقزحة مخلوطة مع بذرة عشبة دريهمة وعشبة ثانية ما رضيت مرتي تقلي عنها، بس لا سايليني عن نفعهن لأنها ما علمتني، قال غليهن واشربي ميتهن. القوة يا عم. الله يقويك يا وليدي. اقلط تفضل، ارتاح وتغدى وتقهوى تفضل. مكثور الخير يا وليدي، شبعان شبعان. لعاد امانت الله إذن ويت تمشي من ديرتنا تمر يمي، ودي ادز عكة ثمن لعيالك. لا لا لا، ما ودهم غير سلامتش، حملي ثقيل وما اقدر اشيل شيء. نسلم عليكم. ما تشوف شر، سلم على العيال. الله يسلمك. اللي ما له اول ما له تالي، الله يسامحك يا نايل،
كصل بك الحال تغير على ربك؟ والله أعلم من مات منهم. صدق اللي قال يمنى بلا يسرى تراها ضعيفة، ورجل بلا ربع على الضيم صباري. يا هي يا هي يا الضبط عالدور تقطع فيها في الدوث تقطع مسيرة، خلفت ربعك من ورا ذيك التلال، وبعدت حالك عن مسار العشيرة. عليك ديار كل جال وذعيت نفسك حائرا بالمصيرة، خليت زين القاع لو بشل أنذال، وخليت نفسك بالحساير مريض.